ومشاهدينا، تشكل النجمات مصدر إلهام الأغلب النساء والفتيات بما يتعلق بأساليب المكياج وتسريحات الشعر، خصوصا بالمناسبات، لأن أغلب النساء عكس الرجال نشوف هناك من اتجاهات الموضة والجمال حتى يتمتعون بإطلالات عصرية بكل الأوقات. صحيح يا دينا، وفعلا لازم النساء يخلون باعتبارهم شنو اللي راح يلبسوه وشلون راح تكون تسريحات الشعر وشنو ممكن تضيف من اكسسوارات، وعلى أساسها راح يكون تحديد نوع المكياج، وبالتالي يمكن أكو أسرار لمكياج المشاهير. وحتى نتعرف على هذه الأسرار طبعا نرحب بضيفتنا الميك اب ارتست علياء، واكيد همنا الميك اب ارتست ريجان. نورتونا، اهلا بكم. صباحكم اهلا وسهلا. نورتونا، اهلا وسهلا. نعم طبعا احنا بالبدايه حابين نعرف من عندكم، يمكن دخلنا سنه جديده والموضه تتغير بين فتره وفتره، فيعني احنا حابين بالبدايه نشوف شنو هي الالوان الدارجه بهذا الموسم. طبعا راح ادي ويا ريجان وبعدين راح نرجع لك اكيد استاذ علياء. اولا اشكركم الاستضافه، يعني استضافتي لهالبرنامج طبعا هاي ثاني مره لي، واشكركم. بالنسبه لموضه الميك اب 2024 تكون الميك اب تكون كلش خفيفه، زائدا يستخدمون هوايه هايلايتر يعني بالميك اب، بالاخص انه هذا الموديل الهايلايتر كان 2021 موديله بدا، بس الموديل ضل يعني العالم تحبه اكثر والناس صارت. بس اعتقد الاشخاص اللي يكون عندهم مثلا رؤوس سوداء ومسامات مفتوحه هو يمكن ما راح يلوق لهم، صح؟ هو يبقى على حسب نوعيه البشره، فنشوف اذا بشره متعبه اكيد لازم احنا نسوي لها غير شيء. نعم. بس بالنسبه يعني للموضه انه هاي الموضه هي يعني تكون دارجة أكثر يعني. نعم. 2024. وننتقل. نعم. إليك يا علياء، والسؤال موجه إليك، أنت اليوم خبيرة بشرة، إيش قد مهم اليوم تنظيف البشرة للبشرة؟ طبعا تنظيف البشرة هو الشيء الأساسي اللي يخلينا نتخلص من المشاكل اللي تشكيها البشرة مثل مسامات أو رؤوس سوداء وهيك شيء. تعرفون دائما الروتين اليومي اللي هو يبدي أول ما تقعدين الصبح، غسول وتونر وبعدين ترطيب، وراها ممكن بنستعملين سيروم ترطيب ويغلق المسامات. نعم. ولازم ما ننسى دائما قبل لا نطلع الشارع الواقي الشمس، وحتى احيانا مو بس من نطلع الشارع واقي الشمس، لا حتى بالبيت. اكو معلومه يعني الاغلبيه يقولون ليش نخلي واقي الشمس واحنا بالبيت؟ لا. نعم. الطباخ ياثر، الرطوبه، الجو، كل هذا ياثر. نعم. على البشره ويسبب يعني يسبب لها مشاكل. نعم. بالمستقبل. انا سمع انهم بالضبط حتى ضوء النهار يعني مو بس يعني أي بدون تعرض الاشعه حتى الشمس، حتى الاضاءه، يعني حتى اشعه التلفزيون، الموبايل، كل هذا ياثر. فمن تخلين واقي الشمس راح تتجنبين المشاكل اللي ممكن تصير بالمستقبل. نعم. ما عدا هالروتين اللي اسبوعي المفروض يكون هو تنظيف البشره، او حسب البشره الجافه احنا نقول كل اسبوعين ثلاثه. نعم. الدهنيه لازم كل اسبوع، واكل معتدله اللي هي عادي 10 ايام اسبوعين ممكن بين تنظفين البشره. ممكن استاذ علياء تشوفينا انت شنو محضرات لنا اليوم؟ ان شاء الله. تفضلي ويانا. طبعا ريجان، انا همينه حابه اعرف من عندك انه مكياج المشاهير احنا نشوفه كلش حلو، شنو اللي يختلف عن الميك اب اللي احنا نسويه مثلا بالبيت؟ شنو الاختلاف بيناتهم؟ هي الاختلاف التكنيك زائدا المواد اللي يستخدموها. بالاخص بس اعتقد المواد هسه صارت متوفره، يعني هسه اغلبيه الميك اب ارتست صاروا يستخدمون ميك اب يكون يعني من ماركات عالميه تكون اسعارها غاليه، وينطي مثلا هذا اللوك الحلو، ولكن ما نشوف نفس النتيجه بعض المرات. هي انت لو تلاحظين انه صار الاغلبيه ما يحبون الميك اب الاوفر، صحيح؟ طبعا هذا الشيء دارج، وبالاخص السنه يعني صار انه الميك اب راجع شويه للزمن القديم، انه نعم. حابين الميك اب الكلاسيكي القديم، وحابين انه يكون يعني يشتغلون بالايلاينر، تكون الايلاينر خفيف، او يشتغلون بالاي شادو الغامق حتى يسوون سحبه للعين وينطي شيء حلو. فاني اليوم محضره وجهي يعني مسويه الفاونديشن على مود الوقت مال البرنامج، ما كان عندنا هذا الوقت الكافي. نعم. يبقى عندي ميك اب العيون وال انت راح تسوينا اليوم مكياج، ومكياج ريجان هو كلش حلو وهمينه سريعه بنفس الوقت. طبعا اكيد احنا راح نكون وياك حتى نشوف هذا اللوك، وهمينه بنفس الوقت اكيد حابين نشوف يعني علياء الميك اب ارتست علياء هي شلون راح تحضر وتهيئ البشره حتى نحصل على مكياج همينه حلو بنفس الوقت. هو احنا من العاده بانه نعرض البشره البخار قبل لا نبلش بتنظيف البشره. نعم نعم. بس صراحه شويه احيانا اكو يعني مثلا بالاستوديو زحمه، اكو اجهزه ضخمه يعني الزحمه ننقلها ونطبق عليها. صحيح فعلا. نعم. طيب يعني احنا هذا الماسك ممكن نعرف هو ماسك لشنو؟ هو بعدين نخليك براحتك انه تكملين هو هذا سكراب البشره. نعم. هذا يحتوي على حبيبات تساعدنا على تقشير البشره والتخلص من الخلايا الميته، وبنفس الوقت به مواد
تسحب لنا الدهون الموجوده بالبشره. هذا شلون نستخدمه يعني نخليه باقي على البشره؟ هو المفروض تتعرض البشره للبخار من بعدها يعني نخلي هذا الماسك يكون ان شاء الله دقيقه دقيقتين، ممكن بانه نستخدم الفرج نعم على مود نعم يعني نتخلص يعني من الزوائد مالته. احنا راح نكون وياك اكيد وراح نشوف كل هذه الخطوات، لانه يعني المكياج يحتاج لكلش انه واحد يكون اكو عنايه واكو اهتمام قبل ما نخلي المكياج، لانه اكو هواي مرات احنا نخلي المكياج ولكن النتيجه تكون مو حلوه، فاحنا لما نعتني ببشرتنا لما نخلي المكياج راح يكون بوجه يعني خلينا نقول نظيف وينطينا جمال اكثر همينا. نعم هو المكياج اصلا لازم يكون على بشره نظيفه، يعني احنا متعلمين هيك اذا البشره مو نظيفه فحتى الميك اب يطلع مو حلو. فعلا فعلا هو اصلا من المراحل اللي بيها نبدي بالميك اب، اول مرحله هي تنظيف البشره بالغسول والتونر قبل لا نبلش بمراحل الميك اب من اساس وهيك شيء. نعم نعم طبعا يعني عليا احنا اكيد راح نكون وياك ونشوف كل الخطوات اللي راح تسوي لنا اياها، وهسه راح نرجع ويا ريجيان ونشوف شنو اللوك اللي راح تسوي لنا اياه اليوم. طبعا انا مثل ما قلت محضره البشره فبسوي الفاونديشن، طبعا من الخطوات اللي اسويها قبل الميك اب انه لازم البشره تكون نظيفه وبعدها استخدم الكريم المرطب والبرايمر والفاونديشن والكونتور والباودر. نعم. وانا محضره كل هذا الشيء، راح يبقى بس العين راح اشتغل. اول شيء احضر. راح تقدرين تستخدمين بس هذه المرايه الصغيره يعني؟ ايه عادي اقدر استخدم ما عندي مشكله. طيب شنو اللوك اللي راح تسويه؟ هل هو شيء خفيف مثلا لو شيء يعني شيء خفيف واستخدم اي لاينر مدموج يكون ينطينا سحبه للعين واللون ورا العين تكون لون واحد، هاي صايره دارجه كلش هالسنه يعني. يلا احنا راح نكون وياك اكيد. الميك اب هسه اللي تخلي يعني يخص فد اطلاله معينه، خلينا نقول مثلا اذا يكون صباحي او الدوام الجامعه. طبعا هالميك اب اللي دا اسويها الكل يقدر يسويها، بالاخص اللي عندهم دوام يوميا يطلعون دوائر، يعني حتى تقدرون يعني اللي ما يحب الميك اب الاوفر بالمناسبات يعني يقدرون يسوون هذا النوع الميك اب. نعم. الالوان تكون مثل ما ذكرتي بالبدايه الشتويه شلون تكون يعني خلينا نقول الوان الشتاء؟ بالنسبه للميك اب للاي شادو دائما تكون الوان ترابيه نود. نعم. ويبقى على حسب رغبه الشخص، يعني الشخص اللي هو يعني النوع او اللون اللي يحبه يعني. طبعا احنا كبنات كريستينا تعرفين نعاني من مشكله الاي لاينر، يعني ابد ما فد يوم جتي هاي مثل قياس هاي. صحيح مع يعني العلم الفتره الاخيره سووا هوايه مثلا انه مثل تحديد يعني انت تخليه وترسمين عليه بدون انه تعب وتقعدين تفكرين، بس انا متعوده على اي لاينر واحد، اذا سويت غير موديل هنا راح تخرب الدنيا، بس أي. اذا سويت اللي انا متعوده عليه دائما لا يكون سهل واكمل بامان الله. تدرين شنو كريستينا هسه حتى صايرين انه يعني تفننوا الشون بس حتى البنات يضبطون الاي لاينر. صحيح يعني احلى شيء تعرفين شنو دينا؟ انا احب الاي لاينر اللي يكون همينه فوقها خط هيك، احس هيك عيون تصير مثل عيون القط. يعني قصدك الهايلايت هيجي، هذا الهايلايت البسيطه اللي يكون هيجي فوق. اي هو هم يعني يضيفون خط ثاني من هنا او مثلا بالاي شادو ممكن تسوين همينه خط يطلع كلش حلو للعيون. اكيد ولا تنسين العدسات والرموش وياها ويا سحبه اللاينر تصير كلش حلوه. نعم طبعا خلينا نرجع ويا علياء ونشوف شنو هي الخطوه الثانيه. احنا بنشوف اكو شويه تغييرات هي بدها. نعم. تمسح البشره يمكن هسه وراح تخلي غير شيء، فخلينا نشوف ويا علياء. هي بعد علياء ما عرضنا البشره الجهاز اللي تدليك. نعم. خلصنا اول مرحله اللي هي مرحله السنفره، بعدها. نعم. ممكن بدنا ندخل على ماسكات حسب البشره. صراحه هي بشرتها يعني حلوه ونظيفه فما تحتاج يعني شلون مثلا ندخل بعمق بالبشره ونسحب الدهون من عدا وهيك شيء، وهي من النوع اللي معتنيه ببشرتها فراح نكتفي بمجرد مرحله واحده للسنفره ومن بعدها ندخل على الترطيب والكريمات اللي تغذي البشره. نعم ست علياء شلون نعرف اليوم مثلا اذا بشرتنا دهنيه حساسه جافه، شنو اكو في الطريقه من خلالها نقدر صراحة نعرف نوع البشره؟ البشره الدهنيه احنا بنباوع على البشره من تكون اكو لمعه قويه بهذه المنطقه
تكون نعرف وتشتكي من حبوب، هاي معناتها بشرة دهنية. نعم. ممكن بأنهم نشوف البشرة بتحتوي على قشور، هاي مشكلتها معناتها جافة أكثر من الطبيعي، واللي تحتاج ترطيب كثير. نتجنب شغلة السنفرة والتقشير لأنه ما من صالحها. إذا بشرة نشوفها لا طبيعية هاي معتدلة. أحيانا أكو بشرات تشكي من حمار زايد أو تحسس، هاي إحنا نحاول نبتعدها من الماسكات اللي تحتوي على أحماض عالية وتقشير زايد، لأنه معناتها البشرة عندها داء الوردية، فممكن بأنه نكتفي بس ترطيب. نعم. وسيرومات ليلية كلش كافي تكون. نعم طبعا. نعم. احنا راح نرجع اكيد وياش حتى نشوف الخطوات الاخرى علياء، وراح نرجع ويا ريجان حتى انا هم بدي اشوف يعني هي بلشت بدها تحط الاي شادو بدها ترسم الاي لاينر، وهي اصلا ما شاء الله عليها وجهها حلو، فيعني النتيجه راح تطلع خيال وسريعه همنا بنفس الوقت. طبعا حابه اقول لك شغله همنا انه السنه تكون مو بس الاي لاينر يعني يستخدمون الوان اسود، بالاخص صايره انه يستخدمون الوان البني كان النيلي يستخدموه الازرق، صحيح الازرق والنيلي الوردي الماروني، هاي الالوان صار كلش جاي يستخدموها يعني. بس احس هذه يعني الالوان تكون مثلا لجلسه تصوير ممكن، بس انه اي لاينر وردي تطلعين به هيك صح الالوان الفواتح هاي على الاغلب يعني لجلسات التصوير، بس اكو يستخدمون مثلا الازرق الاخضر الازرق ايه ماشي اسمه الماروني الطوخ الاحمر الطوخ يعني هم دا يستخدموها يعني دا اشوف اني كيوميا دا يستخدموها. حلو. وعندي زباين دا يعني يطلبون هاي الالوان انه انا اسوي لهم اي لاينر. طيب طيب دينا انت تحبين الاي لاينر اللي يكون الوان؟ والله انا ابد ما مجربته كريستينا الصراحه، احب اكثر شيء الاسود، واحب تكون الرسمه من جوا ومن فوق يعني ومدموجه، هاي تنطي وسعه للعين يعني، وخاصه اذا كان الكحل ابيض جواها تصير فد شيء يعني كلش حلو، تكبر وياها رموش فتشي تطلع. دا اتخيل الاشياء اللي دا تقولها دينا يعني تطلع خياليه. بس النيلي حلو، اني احس النيلي حلو انه ممكن الواحد يجربه، بس الالوان الباقيه بس مجرد صوره وبعدين اغسل وجهي. بالضبط. واذا تشوفين كريستينا اذا ملاحظه هاي الايام انه حتى دا يخلون هذا اللاينر اللي ذكرتيه قبل شويه مو بس فوق، حتى منه من الداخل، هذا الشيء يسوي يفتح العين يعني ينطيها شكل كانه هي اكبر. بس تعرفين شنو دينا، يمكن هذه مو كل يعني مو كل الوجوه او عيون ممكن يستخدمون يعني او يستحملون بالضبط. هذا الاي لاينر لانه يعني به رسمه، واكو عين تكون مثلا فايته لجوا وعين نعسانه، واكو انواع عيون هوايه ما اعرف اذا راح يلوق او لا يعني. صح. بالنسبه لهذا الموديل اللي حكينا عنه هذا يمكن صيني اهل الاسيويين اللي يستخدموه، هذا اللي هنا يكون ب لمع يا اما ايه؟ الصينيين اليابانيين اكثر شيء هذا سلوك الصيني. ايه لانه عيونهم هم صغار يمكن ايه؟ يستخدمون حتى الأشياء يكبروها ايه؟ شويه. ايه بس هم ما شاء الله عليهم يعني، انت انا شايفه بعض الفيديوهات مثلا قبل لا يخلي مكياج وبعدين شلون مثلا يكبر العيون يرسم بالضبط. الوجه حتى اذا هو مو حلو او هي مو حلوه، انا شفت حتى شباب انه نعم. يسوون مكياج يكون نعم. كلش حلو. نعم طبعا يعني بعض الاشخاص هم انا اشوف انه المكياج لا يغيرهم طريقة خرافية، يمكن هذا الشيء يعني هم يكونون محترفين جدا به فدا يصلون لهذه المرحلة. طبعا خاصة المكياج الصيني وبشرتهم تكون كلش حلوة هم ونظيفة، فيمكن المكياج لما يحطون حتى شيء بسيط يتغيرون لدرجة كلش يعني كبيرة. نعم نعم طبعا يعني احنا مشاهدينا همينة دا اشوف علياء يمكن هي جهزت او ما اعرف اذا عندها همينة شغلة ثانية هي حابة تسويها. علياء شنو الوضع يمك؟ طبقنا اول مرحله ترطيب. نعم. وهسه اخر مرحله ترطيب، لان احنا قلنا البشره اللي تشتكي من حبوب او دهون هذه نعرضها لمراحل سحب الزيوان. نعم. وسحب الدهون العفو، بالاضافه اكو اجهزه تحتوي على مراحل تنشيف البشره من الدهون. اما البشره اللي تكون معتدله مثل موديل عندنا هنا بنجرد ما سنفره بسيطه بعدها الترطيب كلش كافي يكون، فاحنا طبقنا اول مرحله ترطيب وهسه المرحله الثانيه. نعم علياء كلش. نعم. قد احنا نقدر ننظف البشره او من المفترض كلش قد ننظفها؟ هي المفروض اللي يعني صراحه هو حسب استعمالنا للميك اب، اذا احنا نستعمل الميك اب بكثره يفضل بانه كل اسبوع يكون يعني تنظيف العميق، وهم حسب نوع البشره يكون. نعم. البشرة الدهنية لازم كل أسبوع، البشرة المختلطة قلنا كل 10 أيام أسبوعين، أما الجافة يفضل 3 أسابيع إلى يعني شهر. نعم. بالإضافة هو إحنا أساساً بالميك اب من مراحل المكياج هي أول مرحلة هي تنظيف البشرة بالغسول والتونر. نعم. قبل يعني الترطيب ومن بعدها نخلي البرايمر
والاساس وهيك شيء. نعم طبعا عليا احنا راح نخليك حتى تكملين الخطوات اللي انت حابتها، وراح نرجع ويا ريجيان ونشوف يمكن اللوك بدا يكتمل ونشوف العيون جاهزين. ريجيان انت اعتقد حاطه الرموش الدائميه صحيح؟ لا حاطه رموش حاطه رموش دائمية. اوكي، لانه فكرت همين بعض الاشخاص لما يحطون الرموش الدائميه يخافون انه يحطون عليها مسكارا، فشفت انه انت اذا تخلين مسكارا فقلت لا ما حاطه رموش دائميه، حتى نص رموش يعني بس ناعمه كلش ومبينه طبيعيه. واذا تلاحظين الاي لاينر انا سويتها بالاي شادو باللون الغامق، سويتها بلون يعني يكون على لون بنفسجي غامق مسويتها. هذا بنفسجي غامق؟ هذا بنفسجي غامق يعني مو لا قهوي ولا اسود. اذا تلاحظين انا من يمي مبين اسود صراحه على مود اللايت يمكن مبين. طبعا انا تقريبا خلصت اللوك، والحمره تجي يعني مو مثل القديم انه يرسمون تحديد وهاي تكون عشوائيه تكون احلى بالاخر. طبعا كريستينا بتشوفين رح نخليش تكملين تفضلي دينا. كريستينا بتشوفين مثل ما ذكرت انه الميك اب هسه صاير كلش خفيف، يعني حتى اكثر البنات هسه هلوكه صارين يستخدمون التنت شويه المسكارا المرطب قليل، يعني ما اللي يسجلون على وجههم بس بالمناسبات بالحفلات خلينا نقول من يصير اعياد يكثرون بالميك اب، يعني هذا همتين يعني ينطي شكل خلينا نقول براءه اكثر، لانه اكو بعض الفتيات ما يلوق لهم مكياج كلش هوايه. صحيح، وبنفس الوقت همين دينا احنا لما نخلي المكياج كل يوميه يعني احنا بحكم شغلنا نحتاج انه نخلي مكياج يوميا، فاحنا لازم انه نريح البشره بباقي الاوقات ونخلي فقط لما يكون عندنا مناسبه مهمة أو ضروري إحنا لازم نخلي مكياج بيها. هنا أنا لقنا إنه فقط نخلي مكياج، ولكن التنت أنا أشوفه يعني هو مكفي وموفي. التنت والمسكارا أكيد يعني نقدر نستخدمه يعني بكل وقت. شوفين اليوم كريستينا من العادات السيئة اللي يستخدموها البنات أو النساء إنه يخلون الميك اب وجههم وينامون به، يعني هذه بعد هي عادة كلش سيئة يعني كلش مضرة للبشرة. صحيح فعلا. طبعا احنا شكلهم يعني علياء وريجيان ثنتهم كملوا ويانا، فراح نبدي ويا علياء. نعم. حتى نشوف اذا هي كملت لو باقي لها بعد خطوات. هي اخر خطوه طبقناها هي خطوه الترطيب الكثيف اللي نخليه على البشره وخلص الموضوع، يعني ما ننظفها. نعم. بعدها صراحه يعني بس احب انصح دائما السيدات بانه لا تخلين مسؤوليات البيت او الاطفال تخليش تهملين صحتك وتهملين نفسك وبشرتك، ولازم تطبيق الروتين المسائي اللي هو اغسل وجهي بالغسول والتونر واستعمل المرطبات اللي هي تساعد بانه البشره تتاخر علامات الشيخوخه العفو وعلامات تقدم السن. نعم. بالاضافه يعني تقعدين الصبح معتنيه ببشرتك اكيد راح تكون مشرقه اكثر، بحيث تضطرين بس تنت بسيط مثل ما تفضلتوا ولاينر بسيط ومسكارا ما يحتاج اساس ويعني مراحل ميك اب كثيره بالروتين اليومي. فانت مجرد ما اعتنيتي ببشرتك بالليل والصبح اول ما قعدتي راح هذا الشيء يغنيك عن الروتين المكياج وتطبيق كل مراحل المكياج. نعم تكتفين بشيء بسيط يا علياء. ان شاء الله النتيجه يعني اليوم انت شرفتينا شلون احنا نقدر نهيئ البشره حتى نحصل على مكياج يكون حلو ويناسب وجهنا. شكرا لك نورتينا. طبعا اكيد همنا راح نرجع ويا ريجان حتى نشوف النتيجه النهائيه. خليتي الحمراء وفقط كملنا صحيح؟ كملنا. حلو عاشت ايدك، يعني المكياج سويتي بشكل كلش سريع ونظيف. شكرا لك نورتينا. شكرا لك وتواجدت ويانا. شكرا.